صباح الخير مشاهدينا. في بداية أسبوع إيجابية بعد نتائج الانتخابات الفرنسية النيابية، حيث حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الأغلبية، وهذا يمكنه من أن يكون لديه أن يحكم بشكل أقوى وبشكل أفضل بالنسبة لفرنسا وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. هذا يعطي دعم أيضا للاتحاد الأوروبي، وانعكاس ذلك على الأسواق يكون إيجابي، وتحديدا على اليورو. لاحظنا اليورو كيف كان لديه استجابة لهذه النتائج وارتفع أمام الدولار الأمريكي من جديد. ولكن من ناحية أخرى، الأنظار كلها تتجه هذا الأسبوع على أهم حدث، وهو اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وكل التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة، وهناك العديد من العوامل التي تدفع الفيدرالي إلى هذا الأمر. على العلم بأن نتائج الوظائف الغير الزراعية الذي جاء الأسبوع ما قبل الماضي كان نوعا ما أقل من التوقعات، وتم الحديث أن الفيدرالي يمكن أن يغير رأيه حول هذا الواقع. ولكن في دراسة أجريناها وتم نشرها في جريدة الاتحاد الإماراتية، وكنا قد تكلمنا عن هذا الأمر بشكل عميق وبشكل دقيق منذ يونيو 2016، بأن سوق العمل الأمريكي اليوم يواجه قلة في عدد الباحثين عن عمل، وهناك شواغر وظيفية أكثر. لذلك كل 6 أشهر نلاحظ أن هناك دروب هبوط في عدد الوظائف غير الزراعية. هذا ما حصل في يونيو 2016، وهذا ما حصل في ديسمبر 2016، وهذا ما حصل في يونيو 2017 هذا الشهر. فذلك الانبلويمنت 4.3% هي الأقل منذ 16 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، كلها عوامل تدعم قرار الفيدرالي. صحيح أن هناك حديث عن موضوع التضخم، الفيدرالي يريد أن يرى أفضل التضخم في مستويات أعلى، ولكن ننتظر كيف سيكون هذا القرار يوم الأربعاء. كل الأسواق كل الأنظار تتجه إلى هذا الأمر. بالنسبة للجلسة الآسيوية اليوم كانت بداية هادئة للأسواق. المؤشرات كان فيها نوع من الإيجابية بعد الانتخابات الفرنسية. كان هناك بعض عمليات البيع على الدولار الأمريكي خلال الفترة الآسيوية، وتحديدا على زوج الدولار ين. عند افتتاح أسواق منطقة الشرق الأوسط من أبو ظبي من شركة ADS Securities، حيث نقوم خلال هذا الوقت بصناعة السوق وتسعير العملات ووصل الأسواق الآسيوية بالأسواق الأوروبية وتزويد كافة الأسواق العالمية بأسعار العملات والكوموديتيز. لاحظنا أن هناك لازالت عمليات بيع على زوج الدولار ين، ولكن بشكل أخف. الآن يتم تداول زوج الدولار ين عند 110.24. هناك توقعات بالنسبة للجلسة الأوروبية أن تحدد أكثر مسار الجنيه الاسترليني بعد ما حصل مع نتائج الانتخابات البريطانية يوم الخميس. ويوم الجمعة لاحظنا أن كيف كان هناك هبوط في الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي. اليوم الصورة تتوضح أكثر. على العلم أن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطاني تمكنت من تشكيل الحكومة، ولكن لازال هناك عدم وضوحية، لازال هناك قلق لدى المستثمرين كيف ستدير مفاوضات البري أكزيت بعد أن خسرت مقاعد نيابية في هذه الانتخابات، وكيف حزب العمال أصبح أقوى الآن وأصبح هناك معارضة أكثر لها. فكلها تساؤلات كلها تساؤلات لدى المستثمرين لدى الأسواق حول هذه المسألة الآن التي يشوبها الكثير من عدم الوضوحية. فاليوم يمكن أن تتوضح أكثر وأكثر الأمور، خاصة أن هناك في بريطانيا اجتماع لحزب المحافظين، يمكن أن إذا في حال أخذت دعم اليوم تيريزا ما يمكن أن يكون هذا إيجابي بالنسبة للجنيه الاسترليني، ولكن ننتظر كيف ستكون الأمور. بالنسبة للجلسة الأمريكية هي من الطبيعي الأكثر نشاطا، وهي تحدد أكثر وأكثر مسار الدولار ومسار الجنيه وباقي العملات. ولكن مثل ما ذكرت كل الأنظار تتجه الآن إلى توقعات حول رفع الفائدة يوم الأربعاء. وخلال الجلسة الأمريكية أي تصريحات بهذا الخصوص إن كان من أعضاء الفيدرالي أو كان هناك معلومات أو دراسات أو وقائع جديدة عن هذا الأمر قد تؤثر كثيرا على الدولار الأمريكي.
مشاهدينا، هذا كان كل شيء لليوم، سنوافيكم بأي جديد إن كان اليوم أو يوم غد. شكرا لكم.